كنا نجيب بالهادي هذيك هذيك انا وزملائي امبوزا كي تعدي بس في البحر ما عليهم لوجيك راه. وكان فما واحد تونسي يقول لي رقمي 78 جايين كربو ما يحبوش ياسير ميزاني قرض عنده قرض ولا قرض عنده خذيت مليون من عنده الرجع مليون 300 الحقيقة خلي يتفرج الشعب عادي ما قلقنيش هنا هذاك نحب منه 8000 هذاك نحب منه 7000 علاش هاربين اعطيني شهور توي يا خويا نتفرهدوا ومن بعد نبقوا نخلصوا بارترونش هو الانسان علاش يخدم علاش تاعو تفرهدوا جمعة كيك 5 6 جور ونبقوا نخلصوا 5 6 موا فرهدة عادي مش خير كي يتفرهد واحد بعد ينجم يخدم وينجم بيان سور من بعد الفرهده باش يعمل يرجع من بعد الاداره باش يعمل روندمون بالطبيعه نعطوا حق العائله بعد باش يمشي يعمل فاكونس مع العائله كيما نقولوا جور دي 5 جور 10 جور مع العائله 15 جور مع العائله ما ناخذوا حقهم بعد ناخذوا نحن حقنا احنا نمشي مع الوليد اصحابنا من بعد نعملوا 2 جور كيما اليوم مثلا نتفاهموا نبرجوا مع بعضنا وين نحبوا يمشوا الصغار والمدام وين نحبوا نمشوا نتفاهموا نمشوا المستير سوسه قمر تبرقه نتفقوا على بلاصه معينه نمشوا مع بعضنا من نسقوا نمشوا نعملوا كيما نقولوا 5 جور 10 جور 15 جور انا بتبيع نمشي معاك عندك سنتها بوري وجدي نمشي بعضنا هذوما الاصحاب كل واحد فيهم نحكم هي المهم انا الشعب التونسي نعملوا ميزانيه كل واحد يجلس في رنتياو كل واحد ايش عنده في بارو يجيبو فيهم بعضنا نعمل دو جور ان جور شو جلاسيير جلاسيير بتبيع شو ما سخون احنا مش مهم يرد بتبيعاتنا أكيد تفهم واحد تونسي مش يمشي للبحر مش يبقى 24 ساعة في المية حوتة احنا ما هو شوية مية وشوية بر وشوية كذي وكو هربوا ليش شفتهم كربوا ما يحبوش شوف مش حق العائلة واجب سيتان دروا تهز عائلتك مرتك وصغارك وامك كان معك ديك البحر ما فيش وحد حكاية ديك سيتان دوفوار شو سيتان دوفوار وين تلقى شيخ اي بيان سور مع الاصحاب بالطبيعة اي دوفوار سيتان دوفوار نمشي مع المدام كي مش تلفت هكايا تقول وين تخزر مش تلفت هكايا وين شنو وين شب عرفتها كيفاه لازم تثبت تخزر هي 24 تخزر هي ثبت في الماء الصغار فطروا لي كذا ساندويتشات حكاية من بعد مع الاصحاب هذيك حكاية أخرى وعاد شوف الجلاسير ثلج نمشوا نبرمجوا امورنا شو رايك انت فك المظاهر اللي معناتها نشوفوها في البحر انت معناتها ضد ان المراه معناتها تعوم معناتها خلينا نشوف شوف هي شوف هي حريه كل وحده كيفيه انا يعني مثلا واحد كل واحد كيفيه حريه ترى كل وحده حره في روحها كيفاش تحب تبحر واحد تحب تلبس بيكيني واحد تحب تلبس جبه واحد تلبس لبسه محترمه هذيك كل واحد حره وكل واحده كيفاش تحب تلبس كان ما أنا مثلا مرتي تشتري تلبس بيكيني تاب في البحر ما يجيش زيدا باللوجيك أنا مسلمين احنا رانا مسلمين زيدا باللوجيك راه هو احنا مسلمين تو انت ترضى انت اختك ولا مرتك باش تهبط في دو بيس في البحر ترضيش راه حتى تونسي ما رضاها راه حكي مي بكي تعادوا قدامنا فيهم ياسر معناها لا كي تعادوا قدامنا عمر ما عم ما نرضاش في روحك تخزر وتحل لا هذيك لوجيك هذيك لوجيك قصيدة قصد مسار ولا قصد مسار والله مزيان شوف خذ التوانسة أكثر من 100% لا يحب لا مرته لا أخته لا أمه تلبسك اللبسة ذيك كي تعدي بس في البحر ما عليهم لوجيك راه وكان فما واحد تونسي يقول لي رقمي 78 انت طالع
ما دام حضر تجول السنين فمش بحر سهله مين تصور سهله الحكايه حضر تجول انا نسكت حال طوال تو لوجيك انا نلبس شورت تلبسه المدام هكا لوجيك انا ما نخرجش بشورت للشارع مش نخرج المدام في شورت ما يجيش معناها لك لابس شورت يعني مش شورت مستروي له قصيده مقاسيت فيه راهو لا والله كان سروي العامله فمش سامحني وكي فيا فاش تعود في الشارع يا سينا ما عارف شرط تو نحكيو تو على البحر تو مع الاولاد والشيخ اها ميزانيه زاده واحده ميزانية والله يرحم والديك شوف شوف بالنسبة للميزانية أندى ديديكاس المديرة أندى الله يرحم والديك يرحم والديك أنا كل أول يبدأ سيزون في الصيف واحد جويلي نعمل ديما كريدي أندى نمشي نصيف مليون 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 300 صيفو سير دي سموا نعم جاي يخلص نوع كل عاد ديما كيف لا عادي عادي يرحم والدي عندها تيسير لي تيسير لي يا ذوما كذا مسلين عندها هاربين من كمبياليت يسالش الناس كلها فما لي الناس اللي تتسلف كلنا بالين لا نسلف تسلف وكذا باش يمشي معناتها يبحر وبدل الجو لانه تعرف الصيف لازم معناتها الناس نحكيك طرفه انا عندي واحد صاحب قلت له اعطيني مليون غدا مش نزل صغار ما دام البحر كيف اليوم هو الصباح قال لي بلاك الفلوس اللي حاجتي بها مازال ما خلصش ما دخلش لوتين ما دخلش لوتين طلبني الصباح قال لك الفلوس اللي حاجتي بها عندها مو سير دي سموها تتكلم واحد كيما هكا برسمك لفت له لفت له بالله كامل لفت له لفت له ها هو لفت له برسمك طلبني من الصباح يعمل لك الفلوس اللي حاجتي بها ما يجيش كنا نجيب بالهادي هذيك هذيك انا وزملاء امبوزا نحكوا سيريوزمون الشعب التونسي 99% من الشعب التونسي مدين الناس كلها قروض عايش كلها عايشين بالقروض الناس كلها عايشين بالسلف والناس كلها عايشين بالقروض ان شاء الله نتمنى الدوله هذه ان شاء الله تعمل ريبريز وترجع الدنيا بخير هذاك اش نتمنى وان شاء الله يوفق ربي يوفق دولتنا وان شاء الله ربي ينصرنا وان شاء الله نعيش جيل جديد ونتمنى ان شاء الله يا ربي حني ان شاء الله يجي ايامات الخير لصغيراتنا احنا كبرنا ما عادش فينا الفوت انا فات فينا الفوت انا والجيبسي صاحبي ذيك المساو فات فينا الفوت اتمنى الخير ديديكاس لبوري بيتال نقول له انا نحبك برشا وراك انت الحب يوفى يا خونا هذاك نحب منه 8000 هذاك نحب منه 7000 علاش هاربين اعطيني شورت توا يا خونا